ليبيا برضو اهم يهمني اعرف ان دي الميديال بون في الليج، الليج تو بونز زي ما قلت ان انا عندي التيبيا وعندي الفيبولا، دي الميديال بون عايز احطها في الاناتوميكال بوزيشن، لازم احسب الدايركشنز بتاعتي فوق تحت ميديال لاترال انتيريور بوستيريور، لازم احسب الدايركشنز كلها. طبعا بحسب الدايركشنز بطريقه بسيطه قوي، في تو دايركشنز بيتعرفوا لي عن طريق البروز ده اللي اسمه ميديال مالولس. الميديال مالولس ده بروز طالع من اللور اند بتاع التيبيا مثل ميديال، ده بيبقى بارز ميديال للانكل جوينت، ميديال مالولس ده بيبقى تحت وميديال كده. انا حسمت تو دايركشنز، اول ما ابص هنا اعرف دي اللور اند واعرف ده الميديال بوزيشن بتاعي. وبعدين دكتور طيب ما انا حاططها برده كده في الرجل دي تحت وميديال، واحطها هنا برده في الرجل دي تحت وميديال، اقول لك في دايركشن ناقص لازم تحسمه اللي هو قدام ورا. قدام ورا عندي بالتشن اللي هي الانتيريور بوردر اوف تيبيا. الانتيريور بوردر اوف تيبيا دي هي موست بروميننت بوردر، شارب بوردر، طبعا باينه وبارزه اكتر من الانتر اوسيوس بوردر ومن البوستيريور بوردر بتاعت التيبيا. التشن مو بروميننت وتنتهي فوق طبعا بالتيبيال تيبروسي. البروز ده تيبيال تيبروسي ده اللي بنسجد عليه، ده بيلامس الارض وقت السجود، تيبيال تيبروستي. يبقى انا عرفت ميديال ماليولوس تحت وهي مثل ميديال، وعرفت التشن اللي هي المور بروميننت بوردر اللي هي الشارب انتيريور بوردر اللي بتنتهي بيه تيبيال تيبروستي. نبدا نحط العلامات بتاعتنا. ببدا العلامات من تجميعه صغيره، ان انا فوق على الابر اند هدول ازاي يا دكتور عرفت ان دي الابر اند؟ احنا عرفنا بقى ان ده الميديال ماليولوس تحت في اللور اند، ده ابر. عندي اثنين كوندايلز ناعمين بروزات، نهاية البروزات دي سموث ناعمة عشان تعمل ارتكوليشن مع الفيمر عشان تعمله اللي هو الني جوينت. عندي ميديال كوندايل ولاترال كوندايل. ازاي يا دكتور عرفت ان ده ميديال وده لاترال؟ يا جماعة احنا بنبص للميديال مالبس كده، ده ميديال كوندايل وده لاترال كوندايل. بلاقي ان اللاترال كوندايل في قدامه علامة مهمة ووراه علامة مهمة. العلامة اللي وراه ده فاسد، وطبعا الفاسد ده الناعم ده والحتة المدورة الناعمة دي طبعا معمولة عشان خاطر بتعمل مفصل مع الفاسيت اللي موجود على الابر اند بتاع الفيبولا اللي هو الجوينت اللي سموه سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت. طيب قدام علامة برضو امبريشن عالي محترم، الامبريشن ده اللي هو قدام اللاترال ماليولوس ده، قدام اللاترال كوندايل، قدام اللاترال كوندايل ده بتاع الاليو تيبيال تراكت اللي هو السكند ديب فاشيا في اللاترال سايد اوف ذا ساي، تمسك تحت هنا من فرونت اللاترال تيبيال كوندايل. يبقى انا قلت بالنسبه للاترال تيبيال كوندايل علامتين، وراه الفاسيت المدور ده اهو عشان خاطر السوبيريور تيبيو فيبولار جوينت، وقدامه الامبريشن العالي ده اللي شادد عليه شادد عليه شادد عليه الاليو تيبيال تراك. الميديال كوندايل ما فيش قدامه علامه، بس في وراه علامه بقى، جروف محترم قوي، ركز قوي في الجروف ده. الجروف ده بتاع السيمي ممبرنوزس، طبعا الجروف ده جروف محترم والناس تاخد بالها كويس جدا ان هو بيرسد باي مالتيبل نيوترنت فرامينا، فتحات كتير بتاعت قشرعين هتدخل المنطقه دي. بقول ده اللي هو بنسميه جروف فور سيمي ممبرنوزس، ركز في العضله. يبقى هنا ورا حاجه وقدام حاجه، ورا الفاسيت وقدام الاليوتيبيال تراكت. ورا هنا موجود الانسيرشن بتاع السيمي ممبرنوزس، طبعا ما فيش هنا قدام حاجه. بحب اقول التجميعه دي في الاول. بعد كده عندي التيبيال تيبروستي نفسه، طبعا هو الابر بارت من التيبيال تيبروستي ده اللي بيمسك فيه الليجامنتم باتيلي، وشادد عليه كويس اهو، بيمسك عليه الليجامنتم باتيلي اللي هو كماله الانسيرشن بتاع الكوادريسبس اللي جايه من الباتيلا. طبعا الجزء ده هيبقى سب كوتينوس، يعني هيبقى ملامس السكين، وممكن يبقى فيه ضغط عليه ما بينه وما بين السكين، ضغط عليه في هنا اهو بيرسا محطوطه ما بينه وما بين السكن، بنسموها الانفرا باتيلر بيرسا. طبعا مش هي طبعا تفصيله ان انت تعرف اني جزء اللي عليه البيرسا واني جزء اللي ماسك عليه الليجامنت، فانت بتختصر الموضوع وتبقى عارف كويس قوي ان في نوت البيرسا والليجامنتم باتيلي، بيرسا والليجامنتم باتيلي، الا اذا انت كنت تيقنت ان العلامه على السموث ابر بارت من التيبيال تيبوست بتاعت الليجامنتم باتيلي. يهمني برضو على الميديال كوندايل ان انا اوصل للميديال سيرفس بتاع التيبيا. تقول لي واجيب الميديال سيرفس ازاي؟ هو اللي ان كونتينويشن مع الميديال مالوس،
يعني الميديا المانيولس ده مكمل مع الميديا سيرفيس. والميديا سيرفيس ده بتعرفه ازاي؟ ان هو مزنوق ما بين تو بوردرز، الانتيريور بوردر واللاترال الميديا بوردر والبوستيريور بوردر، زي ما نعرف ازاي نجيبها دلوقتي. يعني يهمني ان الميديا سيرفيس والكونتينويشن بتاع الميديا المانيولس. طيب الميديا سيرفيس كله سبكوتينوس على فكره، مفيش حاجه، ولكن في الابر بارت من هنا، الابر بارت هنا ماسك ثلاث عضلات وليجمنت. بدون انت تدخل في تفاصيل مين العلامه بتاع انهي عضله والعلامه بتاع الليجمنت، لا انت عليك المكان ده توصف فيه ان ماسك الاس جي اس اللي هو السارتوريوس والجراسيلز والسيميتندينوزس. سارتوريوس جراسيلز سيميتندينوزس وليجمنت محترم ماسك هنا اللي هو تيبيال كولاترال ليجمنت او ميديال كولاترال ليجمنت بتاع الانكل، اسف بتاع الني جوينت. تيبيال كولاترال ليجمنت او ميديال كولاترال ليجمنت اوف ني جوينت، ماشي كده؟ ثلاث حاجات ماسكين اهو عضلات وليجمنت، اس جي اس سارتوريوس جراسيلز سيميتندينوزس، ومعاه الليجمنت اللي هو تيبيال كولاترال ليجمنت او ميديال كولاترال ليجمنت. عايز التجميع الحته اللي فوق دي، قلت ان اللاترال كوندايل وعرفته ازاي ان هو عكس الميديال مانيولس، ده كده اللاترال كوندايل. قدامه اليوتيبيال تراكت، وراه الفاسيت بتاع السوبيريور تيبيو فيبولر جوينت، وعندي اللاترال الميديال كوندايل، وراه السيمي ممبرانوزس، وعندي التيبيال تيبروستي ده الليجامنتوم باتيلي والبيرسا. الميديال سيرفيس ما عليهوش علامات، ولكن في الابر بارت منه نقول اس جي اس لوسارتوريوس وجراسيلس وسيمي تندينوزس، ومعاه التيبيال كولاترال ليجمنت اوف ني. ده السيرفيس ما لقيتش عليه حاجه. في بقى على اللاترال سيرفيس بقى، اللاترال سيرفيس اللي هو في مواجهه الفيبولا، تقول لي اعرف ازاي ان ده اللاترال سيرفيس اللي في مواجهه الفيبولا؟ عندي البوردر دي اللي احنا قلناها اسمها انتيريور بوردر اللي هي التشن. في بوردر ثانيه هناخدها اسمها انتر اوسياس بوردر اوف تيبيا، والانتر اوسياس بوردر دي اللي هي في مواجهه الفيبولا، ما تعمل معاها الانتر اوسياس ميمبرين، يبقى دي اسمها اللاترال بوردر. ويبقى السيرفيس المزنوق ما بينهم ده اسمه لاترال سيرفيس. طب تجيبه ازاي اصلا الكلام ده؟ اولا الانتر اوسياس بوردر تحط صباعك في النوتش ده، النوتش ده عكس الميديال مانيولس، ده موجود على اللاترال سيرفيس اوف ذا لور اند اوف تيبيا. بقول لاترال سيرفيس، عرفت ازاي ان ده لاترال كده سيرفيس اوف لور اند؟ ما ده الميديال مانيولس يبقى ده اللاترال. وعلى فكره النوتش ده معمول عشان يشارك فيه الانفيريور تيبيو فيبولر جوينت، زي ما انا قلت في انفيريور تيبيو فيبولر جوينت، خدت الاسماء ليجامنتس ليه هنا برضه، هناخد اسماء ليجامنتس ليه هنا ان شاء الله. المهم ان النوتش ده يا دكتور لاترال امبوزيشن، تطلع بالنوتش ده انت كده صباعك ماشي على الانتر اوسيس بوردر. طبعا الانتر اوسيس بوردر لو اترسم لي عليها خط يبقى مدرك كويس جدا ان الخط ده قصده بيه الانتر اوسيس ميمبرين. لو اترسم عليه خط يبقى الخط ده قصده بيه الانتر اوسيس ميمبرين اللي موصل التيبيا بالفيبرا. بيقول لك بقى يا دكتور ان السيرفس بقى اللي هو اللاترال سيرفس اللي ما بين الاتشن والانتر اوسيس بوردر، الابر بارت منه ماسك عليه عضله، والعضله دي اسمها تيبيالز انتيريور، تيبيالز انتيريور مسل. طبعا تيبيالز انتيريور علامه من العلامات المحترمه، الابر بارت اوف لاترال سيرفيس اوف تيبيا. اجي بقى يا دكتور ورا الانتر اوسيس بوردر بقى، نلف ورا كده ورا الانتر اوسيس بوردر. طبعا في لفتي ورا الانتر اوسيس بوردر بلاقي ان ده كده يا دكتور البوستيريور سيرفيس، عشان بدلت العضمايه البوستيريور سيرفيس. بقول ان البوستيريور سيرفيس ده اللي ورا الانتر اوسيس بوردر، تقول لي يا دكتور اعرف كده ازاي ان احنا ورا اصلا عكس التشن؟ مش دي التشن؟ ورا التشن عكس التشن، ها دي التشن بوردر، يبقى ده وراه كده يبقى ده بوستيريور. اهم ما يميز البوستيريور سيرفيس وجود خط بارز عالي اسمه سوليال لاين، بس الخط طبعا جاي بميل، عشان تحس على الخط لازم تعدي انت صباعك تشوف الرفنس بتاعته بنفس ميله، مش كده؟ اسمه ايه الخط يا دكتور العالي ده؟ اسمه سوليال لاين. والسوليال لاين ده على فكره بيبدا من عند مين؟ من عند الفاسيت اللي هو خاص بالفيبولا. السوليال لاين نفسه ماسك عليه عضله اسمها سوليس ماسل. الرقعه المثلثه اللي فوق السوليس ماسل دي اللي هي الرقعه دي كده، ده كده البوبلوتيس ماسل. يبقى ده كده بوبلوتيس ماسل، ده سوليس ماسل. سوليس على الخط، الحته المثلثه اللي فوق تبقى بوبلوتيس. احب انوع برضو في البون اللي انت بتتفرج عليها، كل ما هنوع هحسب لك الامور. بقول برضو في البوستيريور سيرفيس زي ما انا قلت هو سوليال لاين، بس في عظمه مختلفه في الدايركشن بتاعها،
بادئ من عند النوتش من عند الفاسيت بتاع التيبيا وانزل خط عالي بارز اهو بسواد اهو ده سوليا اللاين. السوليا اللاين ده دكتور بيمسك فيه سوليس احط العلامه على الرقعه اللي فوق دي كده بنسميها بوبلوتيس. بقيت يا دكتور بقى البوستيريور سيرفس ركز فيه العظمه اللي كنا شغالين عليها الاول. ابص الاقي ان البوستيريور سيرفس بقى مقسوم بعد كده بريدج خفيفه. طبعا تحسها لما تحس تمشي عليها بشكل بتمشي عمودي عليها يعني الريدج نازله كده اللي اسمه فيرتيكال لاين وانا بمشي عليه كده بحس الريدج. ده الريدج دي يا دكتور لو انا رسمتها لك ووضحتها لك بالخط ده كده طبعا في الامتحان مش هرسم لك خط بس انا بوضح دلوقتي للشرح يعني. دي بتقسم لك البوستيريور سيرفس اوف تيبيا لجزئين. بتقسم البوستيريور سيرفس اوف تيبيا لجزئين لاترال بارت وميديال بارت. هتقول لي مش هعرفك ان ده ميديال يا دكتور ما هو في اتجاه الميديال مالبس ده عكس الميديال مالبس يبقى ده لاترال بارت. اللاترال بارت ده هتاخد منه اورجن عضله اللي بنسميها تيبياليز بوستيريور. ونعرف ازاي يا دكتور ان ده علامه بتاعت تيبياليز بوستيريور كذا حاجه توضح لك بقى. اولا العلامه بتاعتي جت انا عامل ده اول السوليه اللاين ونازله كان السوليه اللاين جاي بميل فالجزء ده هو من البوستيريور سيرفس طويل لانه بادئ من اول السوليه اللاين. حاجه كمان توضح لي دايما العلامه بيبقى فيه في المكان ده كده نيوترنت فورامن بتاعت الارتر اللي يدخل يغذي الشفت بتاع التيبيا. خد بالك من النيوترنت فورامن دي ممكن تستغل في ان يتحط فيها دبوس ويقول لك ايه اللي هنا ده النيوترنت فورامن بتاع التيبيا. ده نيوترنت فورامن عشان لو اتحط فيها دبوس تبقى انت عارف ان ده كده نيوترنت ارتري اللي بيدخل يغذي التيبيا نيوترنت كانال. دكتور انت قلت لي اول علامه تعلمني ان دي تيبيالز بوستيريور من غير ما اقعد ادور كتير ان بتبدا من عند الابر اند بسوليا لاين ونازله على البوستيريور سيرفيس ان بتعدي على نيوترنت فورامن او نيوترنت كانال ان هي بتبقى ورا الانتروسيوس بوردر وساعتها هتلاقي الانتروسيوس بوردر بتفصل عضلتين عن بعض اللي قدامها تيبيالز انتيرير واللي وراها تيبيالز بوستيرير. الانتروسيوس بوردر انت شفتها لو العلامه بتاعتك ان ريليشن للانتروسيوس بوردر اللي انت عرفت تحددها ازاي من النوتش لو العلامه قدام البوردر يبقى تيبيالز انتيرير لو العلامه ورا الانتروسيوس بوردر تبقى تيبيالز بوستيرير. تقول لي نعرف قدام من ورا ازاي؟ قدام في اتجاه التشن ورا عكس التشن كذا حاجه تقول لي ان دي تيبيالز بوستيرير وتاكد لي الاجابه بتاعتي ان هي ورا الانتروسيوس بوردر معديه خلال نيوترنت فورامن. طب الشكل بتاعي معدي على نيوترنت فورامن بدأ من عند السوليه اللاين ونزلها. امال الجزء الثاني ده يا دكتور يبقى ريليتد لمين؟ قالوا الجزء الثاني ده للعضله الثانيه اللي موجوده في المكان ده اللي بنسميها فليكسور ديجيتورم لونجس تيبياليز بوستيريور فليكسور ديجيتورم لونجس. فليكسور ديجيتورم لونجس بدأ من نص السوليه اللاين ونزلها تيبياليز بوستيريور من اول السوليه اللاين ونزلها معديه على نيوترنت فورامن ورا الانتروسيوس بوردر. يفضل عندي علامات بسيطة إن الشافت نفسها اللي هي التشن نفسها اللي هي الأنتيريور بوردر لو لوني على الأنتيريور بوردر دي كلها كده أقول ده كده الديب فاشيا اللي هي الفاشيا كرورز بتاع الديب فاشيا أوف ذا ليج لأنها تمسك في الأنتيريور بوردر وتكمل بقى حوالين الليج وتسيب لي المنطقة دي سبكوتينوس. لو علم لك على اللور بارت من البوردر اللور بارت ده كده بيقول لك ده الاكستنسور ريتينيكلم اللي هو السوبيريور اكستنسور ريتينيكلم لما بتمسك في اللور بارت من الانتيريور بوردر بتاع التيبيا. في طبعا ريليشن محترمه هنا الريليشن اللي هو الانتيريور تيبيال نيرف فيسلز بيبقوا معديين دايركت اون ذا لور اند اوف تيبيا انتيريور تيبيال نيرف فيسلز. واحد يقول دكتور طب انا كده هعرف بقى ان كان عايز الاكستنسور ريتينيكلم ولا انتيريور تيبيال نيرف فيسلز ما قدرتش تحسمها. لو انت ما قدرتش تحسمها قول الاثنين ده انتيريور تيبيا نيرف فيسلز واكستنسور ريتينيكلم ماشي كده. لكن خد بالك ان الانتيريور بوردر بتكمل بميل في اتجاه الانتيريور بوردر بتاع اللاترال ماليوس دي مميله اصلا الانتيريور بوردر بتاعت التشين دي كان مميله هنا. المهم نفس العلامه دي بتاع الانتيريور تيبيا نيرف فيسلز لو اتعملت ورا يبقى بوستيريور تيبيا نيرف فيسلز ريليتد برضه للور بارت من الشافت اللور اند اوف تيبيا. اهم من ده ومن ده بقى جروب بيهايند الميديال ماليلس. تقول يا دكتور اعرف ازاي ان كده بيهايند يا دكتور اللي هو عكس التشين دي التشين يبقى ده كده الجروب اللي وراها ورا اللاترال مالي ورا الميديال ماليلس تيبياليز بوستيريور تيبياليز بوستيريور تيبياليز بوستيريور. وركز اللو ده كده الشافت برضه في علامات محترمه في المكان ده التب
بتاع الميلس نفسه، التب بتاع الميديا الميلس، علامه الامتحان التب بتاع الميديا الميلس، دلتويد ليجامنت، دلتويد ليجامنت. طبعا لو علم على الحته الناعمه دي، طبعا حوالين الحته الناعمه، يبقى ده قصده الكبسول بتاع الانكل. الكبسول بتاع الانكل بيلف حوالين البوردر بتاع السموس بارت. يفضل عندي العلامات بتاعة الانفيريور تيبيو فيبولار جوينت، اللي هو ما بين اللور اند بتاع الفيبولا، ما بين اللور اند بتاع الفيبولا واللور اند اوف تيبيا، اسمه انفيريور تيبيو فيبولار. هنعيد اسماء ليجامنت كنا قلناها هنا، نعيدها هنا تاني. مين الليجامنت اللي ماسكه؟ اولا هما ثلاثة ليجامنت اسمهم تيبيو فيبولار، انتيريور تيبيو فيبولار، بوستيريور تيبيو فيبولار، انتر اوسيوس تيبيو فيبولار. الانتر اوسيوس تيبيو فيبولار ماسك في ارضيه النوتش، ده الانتر اوسيوس، انتر اوسيوس تيبيو فيبولار في النوتش نفسه. انتيريور ريدج بتاع النوتش والبوستيريور ريدج بتاع النوتش، انتيريور انتيريور ريدج ماسك فيها انتيريور تيبيو فيبولار، بوستيريور ريدج ماسك فيها بوستيريور تيبيو فيبولار. تقول له دكتور انت دورت في الاول وانت بتدور كده على الانتيريور بوستيريور، صح؟ واشوف التشين فين عشان اشوف دي الانتيريور ريدج في ناحيه التشين، ويبقى ده انتيريور تيبيو فيبولار ليجمنت وده بوستيريور تيبيو فيبولار ليجمنت. اخر فاصل للتيبيا اللي هو الابر اند، الحته ديت في اثنين كوندايلز، والاثنين كوندايلز دول يا دكتور ما بينهم حته خشنه اسمها انتر كوندايلر اريا. وطبعا الانتر كوندايلر اريا برس في نصها كده انتر كوندايلر ايمينس، ما بين التو كوندايلز، ما بين اللاترال تيبيال كوندايل والميديال تيبيال كوندايل. طبعا الميديال كوندايل عرفته ازاي؟ ده الميديال ماليوس، ده ميديال كوندايل، ده لاترال كوندايل. برس في النص هنا حاجه اسمها انتر كوندايلر ايمينس في نص الانتر كوندايلر اريا. وطبعا ده بيبقى بتو تيوبركلز، يعني بيبقى له لاترال تيوبركل وميديال تيوبركل. طبعا تفصيله ما تهمكش يعني، بس ده الايمينس. بحيث ان في ثلاث حاجات ماسكين في الانتيريور بارت هنا بتاع الانتر كوندايلر، وفي ثلاث حاجات ماسكين في البوستيريور بارت بتاع الانتر كوندايلر اريا ورا الايمينس. ثلاث حاجات قدام الايمينس، ثلاث حاجات ورا الايمينس. قلت لي قدام ورا، والعلامه لما جت لي هنا اعرف ازاي دي قدام، ولو جت لي هنا اعرف ازاي دي ورا. التشين هنا كان التشين، لو العلامه دي هنا في اتجاه التشين تبقى عند علامه بتوع الانتيريور، علامه هنا تبقى علامه بتوع البوستيريور. دكتور ملخص الكلام، هنا ثلاث علامات كلهم اسمهم انتيريور، وهنا ثلاث علامات كلهم اسمهم بوستيريور، واللي يحدد لي الدايركشن التشين. ايه رصه العلامات هنا؟ قدام اللاترال، قدام اللاترال تكون تيوبركل، بلاقي العلامه بتاعت اللاترال الانتيريور هورن اوف لاترال منسكس، انتيريور هورن اوف لاترال منسكس، انتيريور هورن اوف لاترال منسكس. ميديا اللي على طول الاقي الانتيريور كروشيت ليجامنت، انتيريور كروشيت ليجامنت. قدام بقى وده الموست انتيريور امبريشن، الموست انتيريور امبريشن، يبقى ده الانتيريور هورن بتاع الميديال منسكس. بقول انتيريور هورن اوف لاترال منسكس، انتيريور كروشيت، انتيريور هورن اوف ميديال منسكس، انتيريور هورن اوف لاترال منسكس، انتيريور كروشيت. دول قدام الايمينس على طول، دايمه اللاترال دايمه الميديال، قدامهم الاثنين بس محذوف يعني مثل ميديال برضه، اللي هو الانتيريور هورن اوف ميديال منسكس اللي المفروض ريليتد للمنطقه دي. طب العلامات اللي ورا، العلامات اللي ورا بترتبهم بقى من قدام لورا، يعني هم مترتبين من قدام لورا. ثلاث علامات، اول حاجه هنا دكتور بوستيريور هورن اوف لاترال منسكس، بوستيريور هورن اوف ميديال منسكس، والسلوبنج سيرفس الاخراني خلاص الموست بوستيريور امبريشن، ده بتاع البوستيريور كروشيت ليجمنت. بوستيريور هورن اوف لاترال منسكس، بوستيريور هورن اوف ميديال منسكس، بوستيريور كروشيت من قدام لورا. بقول تاني يا دكتور ثلاث علامات اللي قدام، قدام الايمينس على طول انتيريور هورن اوف لاترال منسكس، وده اكيد لاترال لان لاترال منسكس، وانتيريور كروشيت بيبقى ميديال. قدامهم الاثنين انتيريور هورن اوف ميديال منسكس، ورا ثلاث علامات بوستيريور هورن اوف لاترال منسكس، اول حاجه برضه من ورا بوستيريور هورن اوف ميديال منسكس، بوستيريور كروشيت ليجمنت. ما تنساش ان الريليشن هنا ده بتاعت الميديال منسكس، والريليشن هنا بتاعت اللاترال منسكس. وما تنساش ان لو حوط لك الحته الناعمه دي يا دكتور اللي هو الكوندايل نفسه الناعم
قصده بيه الكبسول بتاع اني جوينت. شكرا.